خليني انصحك بشغلة واحدة بخصوص عرض بريتا. اي حدا فينه يقدم عرض مثله، هو انت انا هداك اي حدا عادي، حتى طلاب المدارس فيهم يقدموا هيك عروض. بس شو اهم نقطة؟ تنفيذ المشروع، وانا بعرف كيف نفذه على ارض الواقع. شركة ملهوترة بتنفذه. استاذنا نافري بدي اقلك، انت ما لازم توثق بالنسوان، لانهم بيحكوا شيء وبيعملوا شيء تاني وما بينفذوا حكيهم بالواقع. اسمع مني، انت لا تنبهر بعرض تقديمي مميز ابدا، النسوان شاطرين بالمظاهر. ايه شوف بريتفي، مفهوم التفريق بين الرجال والمرأة دقة قديمة. اليوم العرض التقديمي اللي عملته بريتا والعرض اللي قدمت لنا اياه كانوا متميزين كتير، وبصراحة كنا حابين نشوف بريتا حتى نتناقش معها بالمشروع ونشوف إذا عندها لسه اقتراحات، بس ما عم نلاقيها. ها ليك أجي. أنا آسفة كتير، بس هلأ لحتى عرفت إنه بدكم تحكوا معي فأجيت لعنا. ولا يهم. إيه بس بصراحة كان في مفاجأة مخبيتها بالعرض التقديمي تبعي وأنا ما قلت لكم عليها، لهيك أجيت لأقولها. خليني خبر الكل عن هالمفاجأة وبعدين منتناقش ومنحكي قد ما بدكم. وهالمفاجأة بتخص الأرباح صحيح؟ أكيد أستاذ، عن إذنكم بس شوي. خدي راحتك. بريتا صارت ذكية زيادة عن اللزوم، لازم علمها درس ما تنسى بحياتها. بريتفي لا تقلق وشوف وانبسط، ما رح تعمل عرض تقديمي، هي رح تعمل شي تاني، رح تنصعق وتتكهرب من المايك. هلا أنا مبدئياً مقتنع بالمشروع. ممكن الكل يركزوا معي شوي؟ مثل ما قلت لكم أنا رح أرجع وهي رجعت. ما بظن إنه الخطة اللي عم تفكري فيها رح تنجح، بركي هلأ صار شي شغلة ووقعنا بمشكلة، ليش عم تعملي هيك؟ شو بدك؟ أقعد وأتفرج عليها؟ أنتوا ما قدرتوا تعملوا لها شي، عملت اللي مضطرة أني أعمله. هاي البداية ولسه ما شفتوا شي، الانفجار الكبير رح يصير هلأ. شيرلين المايك مكهرب، وأول ما بريتا تلمسه رح تتكهرب وتتأذى. أنقذيها إذا بتقدري، إذا في مجال. أنا لسه ما قلت لكم عن الخبر الكبير بخصوص مشروع المجمع السكني تبعنا، الفكرة ما انطرحت قبل هالمرة وبتوقع رح تعجبكم، بصراحة هي رح تكون أكبر مفاجأة بهذا المشروع. والمفاجأة رح تكون إنه البيوت يلي رح تنبنى بهالمجمع السكني الكبير رح يتوفر فيها مصدرين للكهرباء. يعني رح يتوفر فيها كهرباء من المصادر العادية اللي بنعرفها، وبنفس الوقت كهرباء من الطاقة الشمسية. رح يكون في ألواح شمسية بكل بيت مثل هاي تماما. هاي هي المفاجأة المميزة بمشروعنا. ليك كاران، أنا سمعت ناتاشا وشيرلين عم يحكوا هلا. ناتاشا قالت لشيرلين إنه المايك اللي عم تستعمله بريتا بيكون مكهرب. كاران في قاطع هلا رفعوه رح تتكهرب بريتا. بس في شغلة ما فهمتها، ليش لحد